ادلب سرمين 1/8/2013 اثار القصف الذي شهدته المدينه في هذا اليوم 23 رمضان. حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد 8/2013 ادلب سرمين. آثار القصف العنيف على المدينة اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ادلب سرمين 1/8/2013 اثار القصف العنيف الذي شهدته المدينه لهذا اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل.